للحديث عن كارثة فيضانات درنة والتداعيات السياسية والصحية للفاجعة الحاصلة ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث والكاتب الليبي الدكتور نزار كريكش. دكتور نزار، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح لوزارة الصحة الليبية تتحدث عن دفن أكثر من 3100 ضحية في مدينة درنة وحدها. دكتور، هل هناك تحديات محتملة تواجه عملية المحاسبة وكيف يمكن التغلب عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية يعني يجب أن ندرك بأن كارثة كبيرة جدا في هذه المدينة، وهي يعني أشبه ب يعني يعني ما حدث هو يعبر عن نهاية لهذه المدينة، على الأقل شعور أهلها بذلك. أملنا في الله كبير أن تعود درنا كما عرفها المدينة الباهرة. المحاسبة طبعا بدأ المجلس الرئاسي وأصدر قرار، يعني أبلغ النائب العام بضرورة التحقيق، والنائب العام ذهب إلى مدينة درنا للتحقيق في مسألة السد. والآن تتنازع الروايات حول ما يحدث في السد، كل فريق يحاول أن يثبت أن ما حدث هو أمر طبيعي، خاصة من المجلس من حكومة مكلفة من البرلمان. نعم. المجلس الحكومة المكلفة من البرلمان يعني تميل إلى الرواية التي تقول بأن الأمر طبيعي وأن هناك أمطار غزيرة، وخاصة القيادة العامة وما يعرف بالقيادة العامة والخليفة حفتر. الطرف آخر هو الحكومة الوحدة الوطنية. رئيسها ذكر بأن نحن نتحمل مسؤولية على الأقل الإدارية، لأن يعني كان في عقود لترميم السد ولم تنفذها وزارة المياه في ليبيا على سبب مباشر، لأن السد يعني لم يحتمل الفيضان الذي حدث والأمطار التي هطلت. طرف آخر يريد أن يؤجل هذا الأمر وهو مجلس النواب، يقول لا، نحن لسنا في حالة إلى التحقيق الآن. فطبعا هذا الخلاف السياسي المستمر في ليبيا وهذا التنازع للسلطات وهذه المحاولة لفرض الآراء من كل طرف يجعل الناس في حيرة، من المسؤول عن هذا هؤلاء القتلى ومن المسؤول عن هذا الدمار. وطبعا المحصل أظن أنها ستكون تمييع للقضية، إلا إذا أخذت صبغة دولية وأصر الناس المظلومين والمفقودين والذين يعني دمرت بيوتهم ودمرت حياتهم حتى معاشهم حتى مستقبلهم أصبح رهين لهذا التنازع السياسي، أن يعني يقفوا وقفة واحدة للتحقيق فيما حدث وأن يأخذوا تعويضات وجبر ضرر وأن تعود المدينة سابقة عادية. دكتور نزار، فشل السلطات في منع الكارثة أثرت على الثقة العامة للشعب الليبي في السلطتين القائمتين حاليا في ليبيا، هل هذا صحيح؟ هل هذا الطرح صحيح؟ نعم طبعا، الآن في المستوى الشعبي في لحمة وطنية وفي شعور بأن الجميع وطن واحد ولا شرق ولا غرب ولا جنوب في ليبيا، هذا مستوى. المستوى الثاني وهو أن من تسبب بهذا الأمر هو أناس غير كفؤين لا يعرفون كيف يديرون الدولة وأنهم هم سبب البلايا والرزايا. لذلك الآن فيه عريضة توقع بين النشطاء والمجال مؤسسة المجتمع المدني لإجراء انتخابات عاجلة، لأن هو لم يستحوا هم بأنفسهم بعد هؤلاء القتلى والموتى أن يستقيلوا، لم يستقيل وزير واحد، لم يستقيل عضو مجلس نواب واحد، لم يقل أحد أن والله أنا أندم على ما حدث في هذا المدينة، هذا لم يراه الناس. وبالتالي هم عززوا فكرة بأن هؤلاء يبقون على كراسيهم من أجل سلطاتهم ومن أجل المال الذي يأخذون، بل البلوى الأكبر أن الآن في مخاوف من أنهم يتلاعبوا بالأموال التي تصرف للتعويض ولإعادة الإعمار، والناس يتملكها الخوف. فحالة الثقة وصلت لأدنى مستوى لها يمكن أدنى مستوى يمكن أن يصل له نظام سياسي. لو تطرقنا إلى تحمل المسؤولية، منظمات دولية تدعو السلطات الليبية إلى التوقف عن دفن الضحايا في مقابر جماعية، هل ترى أن السلطات في ليبيا على قدر من المسؤولية في هذه الكارثة دكتور؟ نعم، هو طبعا في مؤسسات في ليبيا مثل الناس من المركز الوطني للأمراض السارية والهلال الأحمر وبعض المؤسسات نعم. يعني تقوم بدورها وقامت بتحذير، وهي الحقيقة هي الذي أثبتت أنها مؤسسات يعني حقيقية في الدولة الليبية. في بعض الوزارات وبعض المؤسسات اللي هي اللي لها بعد سياسي يعني لم يكن لها رؤية واضحة في الأزمة، سببت كثير من المشاكل، منها أن لم يكن هناك يعني
حزم وصرامه في عمليه دفن الموتى ومنع العدوى واستعمال مياه الشرب. كان في يعني تعثر في القرار وتباطؤ، والقياده العامه هذه اللي متابعه لحفله تصدر قرار، والحكومه تصدر قرار، ومجلس النواب يصدر قرار، وحكومه اطراف تصدر قرار. هذا بالتاكيد حدث تشويش وانعكس على لكل كافه الاجراءات التي اتخذت للتعامل مع الجائحه. لو فتحنا دكتور يعني. لو فتحنا نافذه الاجراءات، السلطات اعلنت عن تسمم العشرات من الاطفال، ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تعزيز إجراءات الوقاية، خاصة هناك تحذيرات فعلية من أوبئة متوقعة في مكان الفيضانات؟ وطبعا المركز الوطني للأمراض السارية أعطى رأي فني بضرورة إخلاء المدينة، يعني إخلاء المدينة على الأقل في المناطق اللي هي تسربت المياه في المياه الجوفية، أصبحت مياه غير قابلة لصالح الشرب. والناس طبعا في مناطق مثلا المناطق العلوية زي الساحل وباب شيحة وباب طبرق، هذه المناطق يشربون من يعني لا يشربون من مياه الصرف من زمان، هم ياخذوا في الشاحنات ويعبوا بها الماء في الاتناك في الاشياء اللي هي تحفظ الماء، بالتالي هذه المصادر المياه اللي موجودة اصبحت ملوثة. نعم. المدينة كلها اصبحت بدون مصدر مياه عذب. من يستطيع ان يقوم بهذا الان من اذا كان المجاري يعني شبكه تصريف المجاري كلها انهارت؟ انت تحكي عن مدينه انهار كل شيء فيها. نعم. البنيه التحتيه. نعم. اللي هي مهترئه اصلا انهارت، فهم اوصوا بان سنه على الاقل لكي يعود الناس الى مدنهم، وهذا يجعل الناس في حيره كبيره جدا. ما هو المستقبل؟ كيف نعيش؟ كيف سناكل؟ اين نذهب؟ اين مصادر رزقنا؟ مصارف السجل المدني، بيانات الناس، مواريثهم، بطاقاتهم، حياتهم، كل شيء انهار للاسف. يعني دكتور نزار، لو عدنا الى تحمل المسؤوليه، تصريحات النائب العام الليبي المتعلقه بمحاسبه المسؤولين عن هذه الكارثه، هل تعتقد انها ستمتاز بالشفافيه نوعا ما؟ والله لو كان في ضغط اعلامي وضغط دولي اظن انها ستاخذ مسار جيد، لان يعني لاحظنا ان النيابه العامه الفتره الاخيره كان لها دور مهم. نعم. لكن يتركها هؤلاء الساسة، لأن الساسة للأسف يعني يخافون من امتلاك القضية، قضية كبيرة جدا والرأي العام اتحد عليه. فمن المهم الآن الضغط الإعلامي والضغط الدولي لإرجاع حقوق هؤلاء الناس. ما حدث ليس هي ليس بالهين، ولم يمت 10 20 30 ولم يفقدوا 100 200، نحن نتحدث عن آلاف في مدينة انتهت، مدينة من اعرق المدن الليبيه، يعني مدينه. نعم. عاش فيها اليونان وعاش فيها الرومان وعاش فيها الفتح الاسلامي وشهدت العثمانيين وزارها الامريكان وتغنى بها في النشيد الوطني الامريكي. نعم. دكتور ايرن الان في هذا اليوم اقرا النشيد الوطني الامريكي، لكن يفقدوها في حاله سكر من هؤلاء الساسه، يعني الامر خطير جدا، واظن سيكون له ما بعده. من اسطنبول الباحث والكاتب الليبي الدكتور نزار كريكش، شكرا جزيلا لكم.